سليمان. لا عاد تبكي، من هون ورايح ما عاد في دموع نهائيا. أنا مبسوطة مولاي، هاي الدموع دموع الفرح، خايفة يكون كله حلم ويجي يوم وفيق ونطلع مو متجوزين. يلا تعالي معي. وين هيام؟ ليش لحد هلأ ما أجت؟ مو مبينة منوب يا سلطانة. كأنه أول مرة بتسألي عنا؟ لأنه هيام لازم تكون هون هي والسلطان. وينهم؟ ليش تأخروا لهلأ؟ مولاي السلطان سليمان المعظم. كنت قبل شوي عم اسأل عنك سليمان، شغلت بالي، ليش هيك طولت؟ ست الكل، راح خبركم شغلة كتير مهمة. بصراحة أنا وهيام طولنا لأجينا على القصر لأنه الشيخ ابن كمال كان عم يكتب كتابنا، وهيك منكون ارتبطنا أنا وهيام للأبد. ما بدك تقولي شي ست الكل؟ ما بدك تباركي لي؟ أنا مستحيل سامحك على اللي سويته. صرتي هلا احسن؟ ليش؟ شو اللي سويته؟ معقول تكون اعمى لهالدرجه ومو مقدر العواقب؟ Thank you.
أنا رح فوت لجوا بالبيت. باشا باشا بسرعة نادوا الحكيم. شو ها شو عم يهدى يا باشا؟ بعدوا لي هيك لجوا. علي بيك اسحبوا. ما بقدر يا باشا. يلا شفتوا شو صار؟ كتب لكتابة هاد اللي كان مخوفني. كيف سليمان بيعمل هيك؟ كيف بيستغفلني؟ يا الله دخيلك من وين اجتنا هالمصيبة؟ راح اجن. إذا بتريدي سلطانة طولي بالك، هالشي مو منيح إليك. يا ريتني لو متت وما شفت هاليوم يا خديجة. شو يعني زواج أمي؟ يعني الوحدة منا على طول بتضل مع جوزة، وجوزة كمان ما بيتركن أبدا. أنا وأبوكي هلأ صرنا مرتبطين مع بعض على سنة الله ورسوله. أنت عروس يعني هلأ؟ إيه؟ أنا إمتى كمان بدي صير عروس؟ أنا بدي صير عروس لبالي بيك وأطلع حلوة مثلك. مولاي أنا كثير قلقانة على مولاتي، بدي روح أطمن عليها. طيب فيك تروحي. سلطانة كأنك ما باركتي لنا. مبروك وإن شاء الله بتضلوا مبسوطين يا سلطانة. أنا لازم أشوف مولاتي. هاد كابوس. سلطانة يلا تعالي معي. مستحيل أكيد مو صح. بما أنه مولانا خبرنا بذاته يبقى صحيح. هيام هلأ مرته بشكل رسمي. أكيد أنت مو مضايقك الموضوع. هالشي رح يعذبني. بس الله اللي بيعرف العذاب يلي أنا دقته. مفكرة أنتي بس المظلومة؟ مظبوط أنا ما عم بحكي، بس أنا من جواتي عم بحكي. مصطفى يلا حبيبي خلينا نروح على جناحنا. كوسر خدي أمرك سلطانة. خليني أقول لو سمحتي، أنا هنيك عم يضيق خلي وعمل. في شيء إزاعات مع أخواتي هون؟ لا مصطفى ممنوع، لأنك أنت الأمير وولي العهد، لازم تكون تصرفاتك محسوبة منيح، لأنه بعد عمر طويل مولاي السلطان رح يوليك العرش من بعده مشان تحكم إن شاء الله.
الولد لساته صغير، لا تتأملي كتير ناهي الدوران. لا تتدخل يا هيام. ناهي الدوران، يا ريت توزني يلي عم تقولي، لأنه يلي قدامك السلطان هيام مرته للسلطان سليمان على سنة الله ورسوله. يعني بصراحة أنت الجارية وأنا السلطانة، فيا ريت تلتزمي حدودك. هيام اوعك كتير تشوفي حالك، لأنه متأكدة رح يجيك نهار ترجعي فيه لأصلك. مثل ما وصلتي لهون بسرعة رح تنقلعي من هون بسرعة. لو حكيتي من هون لبكرة ما رح أزعل. تعرفي ليش؟ لأنه يا ناهي الدوران هي الليلة حتكون ليلة عرسي. دوقوا هاي وشوفوا شو طيبة. تعالوا يا بنات واسمعوا آخر خبر. مولاي السلطان سليمان اليوم هو والسلطانة هيام تزوجوا وكتبوا كتابهم. لك عن عملت يلي براسة وهي اللي رح تكون المسؤولة. هيام لك شو عم تعمل انت؟ وقف شوي. خير ان شاء الله، على شو مبسوط كل هالقد؟ اكيد ما وصلك الخبر يا سمبل انه جميلة جميلات القصر بكل فخر السلطانة هيام واللي هي سلطانتي انا. ايه صح النوم، السلطان كتب كتابه عليها اليوم وانا اللي كنت وكيلة. يا تافه شو سمبول بهالفترة حابب السلطانة هيام واقف بصفها؟ ليك لقلك ما بقى فيني اتحملك، بسف اكف على تمك بخلي سنانك يهر واحد ورا التاني، فهمت؟ جرب ومد ايدك والله بكسر الدف على راسك، واذا مو مصدق بفرجيك. والله بعملها سمبول. بعد انت بعد بتضلك جربوع. جربوع العمل شو غليظ مجنون. شو هاد اللي عم بيصير بالحرم لك سومبول؟ مولاتي السلطانة شو هالمسخرة هاي؟ قلي شو اللي عم بيصير. مولاتي ويام هو اللي فات ماسك الدفة بإيده عم يرقص ويغني من شان حفلة طهور أمرائنا الغالين. يا مولاتي قلت لحالي بيجي لهون وبعمل حفلة بهالمناسبة السعيدة. حفلة الطهور خلصت وما بقى في احتفالات، كل واحد يروح على شغله، ما بدي اسمع ولا صوت. أنا تحت أمرك دائما سمبول. تعا معي مولاتي. أنا بفرجيك والله لكسر راسك إذا ماسكك. تافه العود. شو سمبول بيك قال كنت وكيل هيام خانم؟ شو خرست يا سمبول؟ سامحيني مولاتي السلطانة، بس إذا السلطان أمر بشيء أنا ما فيني عارضه. كان فيك تجي لعندي وتخبرني، وقتها كنت بقدر أمنعه للسلطان إنه يتجوزها. والله ما صار معي وقت بنوب، ما لقيت حالي غير واقف قدام الشيخ يا مولاتي. حاجتك حكي يا هاي بالشوم عليكم يا درة، هيام عم تسرح وتمرح هون وإنتو مالكن خبر بشي. انت قصدا ما اجيت وقلت لي ما هيك؟ ايه انا شو بيطلع بايدي درة خانم؟ ومثل ما بيقولوا اللهم اسألك نفسي شوفي مصلحتك والحقيقة. السلطانة هيام صارت الأقوى بهالقصر ولازم نظبط علاقتنا معها.
مولاي. قلبي رح يوقف يا سليمان، ما كنت متخيلة هاللحظة تصير. انتي روحي وحبيبة قلبي، وانتي الهوى اللي بتنفسه ونور عيوني وتاجي وعرشي ومملكتي. انتي انتصاراتي وقوة عظمتي وأمجادي، كل الأشياء الحلوة اللي مرت بحياتي. أنا روحي فداكي وياه، وبدي كل الدنيا تشهد على هذا الشيء. طول العمر رح ضل جنبك، رح حبك لآخر نفس. نظرة واحدة من عيونك هيام، وهمسة واحدة من صوتك راح تحييني كل العمر. سليمان أنا ملكك وملك لهالعشق يلي ماله نهاية. ما فيني أعيش لحظة واحدة بدونك يا سليمان. بشير آغا، بدي منك تعمل لي تاج يكون كتير حلو وغالي. أمرك، بتحبي تعطيني تفاصيل عنه؟ طبعاً، بدي إياه يكون من الزمرد، وتطعم لي إياه بالألماس، وزين أطرافه بحجر الياقوت، ويكون كتير كبير، وما في سلطانة لبست مثله، ويكون عالي، وحجاره تضوي. بدي الكل يحكوا فيه. فيك تساوي لي هيك تاج؟ رح حاول حقلك طلبك يا سلطانة. ما بدي حدا يعرف ولا تورجي لأي حدا. تحت أمرك يا سلطانة. سلطانة، لازم روح لعند السلطانة الأم، لأنها كتير متضايقة من الشي اللي صاير بين أخواتها. معك حق، بس في شغلة لازم تعرفيها سلطانة. هي موصت على تاج، أنا شفتها وهي عم توصي عليه. قلتي تاج؟ وطلبت من الصايغ يساوي لها تاج ما يكون حدا لبس مثله. ما بتستحي، مفكرة حالة أهم من السلطانة الأم. مولاتي، سمعت بالأخبار اللي اجت من الكرم وكتير زعلت. شكراً يا نهي الدوران، بس والله مال قلبي من المشاكل اللي عم تصير معنا، والمصيبة إنه كلهم عم يجوا ورا بعضهم. صحيح مولاتي، أنا ما كنت حابة إنه دايقك، بس صار شي ولازم تعرفي. هيام عم تساوي تاج لإلها. تاج شو يا ناهي الدوران؟ جابت الصايغ اليوم ووصته عليه. احكي لي كل شي بالتفصيل. كوثر شافتهم وقت كانت هيام عم توصي الصايغ على التاج يا مولاتي، وقالت له بدي تاج ما يكون حدا لبس مثله من قبل.
ناهي الدوران، انت رجعي على جناحك. درة روحي خلي سليمان يجي لعندي. Thank you.